اجهزة الامن التركية بتاعت اردوغان، ده هو ده مستشار اردوغان، والراجل ده توقعوا اردوغان هيحاكمه او هيقيله، يعني انتظروا كام يوم كده هتلاقوا الراجل ده بره. انا بقول لكم اهو، خدوها مني معلومة، لان هو النهاردة بيكشف المستور ياسين اقطاي ده مستشار اردوغان، طلع اول يوم قال لك دخل القنصلية واختفى واتقتل، طالع النهاردة هو على قناة عزم بشارة، والمذيع بتاع عزم بشاره لما هو قال له الدوله وتحاكم قال له شكرا شكرا، وصلت الفكره. الموضوع انه هم عايزين توريط المملكه، قال لك لا ما نورطش المملكه، ده مستشار اردوغان بيقول لك ما فيش توريط، ما تورطوا المملكه العربيه السعوديه، دوروا على الدوله العميقه، الدوله العميقه اللي هي المخابرات التركيه يعني واجهزه الامن التركيه، ان هي اللي عملت وحكموهم. هسمحوا لكم تاني اللي عايز يسمع تاني، واسمع ارجوك اسمع المذيع في الاخر، مذيع بتاع عزم بشاره لما هو عايز يحاكم، لانه مذيع بتاع عزم بشاره موجه عنده التوجيه الصادر اتهام المملكه العربيه السعوديه. دوسوا على الموضوع ده، برامجكم على عايز اقول لكم غيروا جميع خرائط البرامج بتاعتهم، ونقلوا عملوا بقى استوديوهات هناك، طلعوا بتاع الارهابيين الواد ده زين العابدين ده وكل الخونه بتوع التنظيم بره، اعمل يلا واضغط، المملكه عذبت، المملكه قبضت، المملكه خطفت، المملكه قتلت، يطلع ياسين اقطاي مستشار اردوغان يطلع يفضحكم كلكم، يفضح حتى بلده. تعالوا نشوفوا مرة تانية، اسمعوا وركزوا في الواد المذيع في الآخر لما هو حاكم بقى الدولة العميقة، فالواد التاني لا عايز منه كلام واضح، لما لقى الكلام مش على المزاج، ما هو ده كان بيطلع يتهم المملكة أول يوم وبعد كده تراجعت اللغة، ثم لما عرفوا المعلومات الحقيقية ده مستشار أردوغان، مش بتاع السعودية يعني، مش بتاع حد، ده بتاع أردوغان طالع يقول المعلومات اللي هو أكيد عرفها طبعا. شوفوه تاني واسمعوه لو سمحتوا. طبعا لا نتهم الدولة السعودية في هذا الأمر، ربما في أحيانا في تركيا كانوا يعملوا بعض العمليات جزء من داخل الدولة، الذين كانوا يعتبروا أنفسهم في عمق الدولة أو الدولة العميقة، ولكن على الحكومة على الدولة أن تحاكمهم يعني. نحن شكرا لك، وضحت الفكرة تماما. طبعا لا نتهم الدولة السعودية في هذا الأمر، ربما في أحيانا في تركيا كانوا يعملوا بعض العمليات جزء من داخل الدولة، الذين كانوا يعتبروا أنفسهم في عمق الدولة أو الدولة العميقة، ولكن على الحكومة على الدولة أن تحاكمهم يعني. نحن شكرا لك، وضحت الفكرة تماما. ياسين أقطاي مستشار أردوغان بيقول لك الدولة العميقة اللي هي المخابرات التركية كان بتعمل عمليات